قبل أشهر غادر عبد الرحمن هذا الشاب الصنعاني اليمن لسوء الأوضاع الأمنية فيه بعد عبث الميليشيا الحوثية وأنصار المخلوع صالح في مقدرات البلاد، ليدخل السعودية عن طريق التهريب ثم مشيا على الأقدام لأكثر من يومين. قصة عبد الرحمن مشابهة لعشرات القصص التي يعيشها اليمنيون جراء فقدان الأمن داخل وطنهم. والله وصلت هنا يعني بعد ما دخلت يعني من يومين إلى 3 أيام تعذبنا في الطريق، والحين الحمد لله دخلت هنا. أول ما دخلت اشتغلت فترة، وبعدين جاء إصدار قرار في القبض على المجهولين، وأنا قمت خرجت من الشغل وقعدت في الغرفة من أسبوعين، وكنت خايف يعني يمسكوني ولا شيء، وخايف على أهلي في اليمن. والحمد لله الحين شغال. بعد الأسبوعين إيش سويت؟ بعد الأسبوعين صدر قرار في تصحيح الوضع للملك سلمان. واشتغلنا وصححنا وضعنا، والحين اشتغلنا والحمد لله رب العالمين يعني زي المقيمين. ونشكر الملك سلمان ونشكر المملكة العربية السعودية وما قصرت معنا. عشرات الآلاف من اليمنيين على الأراضي السعودية تم تصحيح أوضاعهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قبل أن تعلن الحكومة السعودية تمديد مهلة تصحيح أوضاع المزيد منهم حتى منتصف شهر أغسطس المقبل استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية. من نجران على الحدود السعودية اليمنية، محمد اليوسي، العربية.